في ليلة العاشر من أيار العام الماضي وظبت مروة حقائب السفر استعداداً لقضاء عطلة عيد الفطر مع عائلتها، لكنها فوجعت باستشهاد زوجها موسى حسونة الذي طالته يد غدر مستوطن استباح دمه. وبعد مرور عام على استشهاد زوجها ما زال المستوطن حراً طليقاً بعد أن حول مروة زوجة موسى حسونة إلى أم ثكلى تعل أطفالاً يتامى، لكنها أبت الوقوف مكتوفة الأيدي فأصبحت ناشطة سياسية تحمل على عاتقها قضية زوجها مطالبة بإنزال العقوبة على كل مجرم يزهق روحا. نتابع هذا التقرير مع رماح مفيد التي التقت زوجة الشهيد حسونة. عام مر على أحداث هبة الكرامة، وفيها تعرض أهالي مدينة اللد لاعتداءات عنصرية ووحشية من قبل مستوطنين قدموا من الأراضي الفلسطينية، ومن قبل عنصريين استغلوا هذه الأحداث واعتدوا على النساء وعلى الرجال. وفي مدينة اللد وقع شهيد، الشهيد موسى حسوني، الذي سوف نحكي حكايتهم من مدينة اللد ومن بيته تحديدا. صعب، يعني أنا هلأ فجأة لحالي مع ثلاث أطفال، أطفالي اللي لليوم بيسألوا على أبوهم. يعني أحمد كان عمره شهور مش راح يعرف أبوه أصلا، وأنا يعني من واجبي لليوم بحرص، حتى يعني إبراهيم 5 سنين، ميلا 7 سنين، يعني أنا كتير بحكي لهم عن أبوهم يوميا، بورجيهم فيديوهات بورجيهم صور، بدي إياهم يعرفوا مين هو موسى، بدي إياهم يعرفوا يضلهم متذكرين أبوهم، بديش إياهم مع الوقت تعرف ينسى. كان موسى أكتر يقعد معهم، يعني تعرف هو اللي يقعد، هو يلعب معهم، هو يسمعهم، هو تعرف القصة قبل النوم، هم من أكتر تعرف يخرفوا وهيك، كان يضيع معهم كتير وقت. بعد ما يروح من الشغل وقته بسمع الأولاد لحد ما ينام. صرت أحس إنه أنا لأ، هلأ مش لازم أعمل يعني كل مسؤولياتي الأساسية وخلاص موسى اللي بيجي بقعد وبيلعب وبيقرأ قصة. صرت أحس إنه أنا لأ مجبورة، يعني فقدوا أبوهم، في هلأ بس أمهم أنا، فأنا مجبورة أضيع وقتي أكتر معهم. قررتش بيوم وليلة، يعني كان خيار لإلي من اختياري إن أكون ناشطة سياسية، بس أنا تعلم على جلدي، وأنا فقدت جوزي والدولة هي اللي أجبرتني إني أنا أصير ناشطة سياسية، لما هي زي ما بقولوها إنه ما عملتش عشان إجراءات موسى. فأنا هون بديش الناس توصل لوضع، بدي أعمل وعي أكتر، بديش الناس توصل لوضع يتعلم على جلدها عشان تصحى. أنا أتعلم على جلدي ووعيت وصحيت، بس دفعت ثمن كتير كبير. بكون أستناه 10 شهر، بكون أستناه من أول الشهر، من الوقفة اللي قبل للوقفة اللي بعدها، بكون أستناه بكل حماس، بكل طاقة، بكون طال يعني بهذا اليوم بكون كلياتي حماس وطاقة وحرارة. وكمان بكون كتير زعلانة على موسى، إن أنا لساتني يعني بطالب بحق موسى، اللي لو اني انا بدولة عادلة كان انا ببيتي قاعدة ومرتاحة وحتى اجري ودي بمي باردة، بس بما اني انا موجود بدولة عنصرية انا مجبورة اطلع واطالب واتظاهر وانزل على الشارع. وبكون مهيئة الولاد طبعا، وكمان بتعرف بجهز لافتات وهتافات، وبحب استشير ولادي انه شو حابين نحكي، واصلا هم بيروحوا من المدارس انه يعني متحمسين، اليوم عندنا مظاهرة بابا صح؟ الدوار اللي استشهد فيه موسى الله يرحمه هون بالضبط، هون وين ما احنا واقفين هيك كان واقف. بنتين في لوري فانتي فات مع كيف توتانو لا روتي مش معه بعدك شو تلوتا يشمعه بارور شيلا كبارور شيلا بارور شيلا
بارور لما لما كانوا تساخوا جزعاني جزعان فرتساخت موسى بدم كار بجلسوا عربي خايفين من الفضيحة خايفين نحكي خايفين نطلع على الإعلام نحكي إنه موسى استشهد هون والقاتل كان واقف هناك شايفة على الميالي الفيديو مبين بورجيك الفيديو القاتل كان واقف غادة من هون لغادة أكم من متر فيه أكم من متر 50 متر هل هو حس إنه هو بخطر من موسى لما موسى معوش ولا إشي بإيديه وموسى واقف هون والقاتل واقف غادة حسيت بخطر اطلع عدارك انت ليش نازل على الشارع مسلح من يوم استشهد موسى لليوم مرق سنة وإحنا كل 10 شهر عند الدوار اللي استشهد فيه موسى بننزل منتظاهر ومنطالب إنه يتم اعتقال ومحاكمة المجرمين.